توتر في قرى العرقوب ورشيا عقب مواجهات جبل الشيخ. سليمان يجول في طرابلس محذرا من تكرار 7 أيار. أحداث طرابلس يجب هي أن تفتح الطريق لانتخابات الرئاسة. الجيش الحر يسيطر على نوى بريف درعا. الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية. وجد هذا الحل في إطار لجنة الحوار. وفي مسقط محادثات نووية بين كاري وظريف. من جديد في نشرة الظهيرة من قناة الجديد. أجواء القلق والتوتر ما تزال تسيطر على قرى وبلدات العرقوب وحاصبية ورشية نتيجة المواجهات العنيفة في قرى جبل الشيخ من المقلب السوري بين مسلحي جبهة النصرة ومجموعات درزية تتولى حماية قراها، والتي أسفرت عن سقوط نحو 30 شهيدا من أبناء هذه القرى، وسط التأكيد على ضرورة منع دخول الجرحى من المسلحين الإرهابيين للعلاج داخل الأراضي اللبنانية، وإشادة بقرار قيادة الجيش في هذا الإطار. في السياسة، زيارة تضامنية للرئيس ميشيل سليمان إلى عاصمة الشمال بدأها من دارة المفتي مالك الشعار، وتخللتها وقفة أمام مسجد السلام وجولة تفقدية في الأسواق الداخلية التي كانت مسرحا للمعارك الأخيرة. وفي الرسائل، دعوة مجددة لانتخاب رئيس للجمهورية تفاديا لتكرار أحداث 7 من أيار. وأضاف سليمان: لا نريد أبدا أن نأتي بأحداث مشابهة. أحداث طرابلس يجب أن تفتح الطريق إلى انتخاب الرئاسة. يجب أن ينظر الجميع إلى ما حصل في طرابلس ويدركون أن الدولة هي الأساس، وأنه لا يمكن لأحد أن يحمي لبنان من الظلامية أو من الإرهاب أو حتى من إسرائيل إلا الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. إذن الرئيس ميشيل سليمان يأمل من طرابلس أن يأتي عيد الاستقلال في ظل وجود رئيس جديد للجمهورية. من عاصمة الشمال طرابلس التي زارها تضامنا مع المدينة، جدد رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان مطالبته بضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، لأن الفراغ على مر التاريخ أدى إلى حوادث كارثية. سليمان استهل جولته بزيارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي استقبله في الباحة الخارجية لدارته على وقع موسيقى الكشاف المسلم التي عزفت النشيد الوطني. وفي كلمته الترحيبية شدد الشعار على أن طرابلس ستبقى عصية على الفتن والهزائم. أتأمل أن يأتي عيد الاستقلال قريبا ونكون قد قمنا بواجبنا الدستوري وانتخبنا رئيس للجمهورية، لأن المؤسسات لا تستقيم بدون رأس، هذا هو الأساس، وكل ما تبقى هو تمضية للوقت الضائع. رئاسة الجمهورية تبدأ ومن ثم تكتمل ويتم اكتمال المؤسسات الأخرى. لم أرى أي خلية أو أي مجموعة أو أي عائلة، إن كانت إنسانية أو ما حيوانات أو ما إلا ولها رأس. لا يمكن أن تبقى الدولة بلا رأس. طبعا نحن نثني دائما على دور رئيس الحكومة رئيس تمام سلام بالتعاون مع حكومته في إدارة الشؤون والأمور، وهو يحرص دائما على حفظ مركز الرئاسة موجودا وكأنه أكثر من موجود. التجارب السابقة كانت مرة، عندما تأخر انتخاب رئيس الجمهورية عام 2007 انتهت إلى حوادث مشؤومة، حوادث 7 أيار. لا نريد أبدا أن نأتي بأحداث مشابهة. أحداث طرابلس يجب هي أن تفتح الطريق لانتخابات الرئاسة. وأن لبنان عامة وطرابلس خاصة عصي على الفتن والكسر وعلى الهزائم أيا كانت الظروف،
فسنتجاوز ذلك كله بثبات وتوازن، لكن بشرط واحد، بتحقيق الوحدة الوطنية بيننا، بارتباط القاعدة مع القمة، مع رأس الهرم، بالتواصل الدائم بين المسؤول الأول وبين سائر اللبنانيين. بهذا يبقى لبنان ويستمر. ومن الشارع العريض في الأسواق الداخلية التي كانت مسرحا للمعارك الأخيرة في طرابلس، شكر سليمان أهالي طرابلس على تضحياتهم وانتصارهم على تنين الشر. من شوية عم نقدس بكنيسة مرم خايل، وسمعنا أنه مرم خايل قتل الشر. مرم خايل هو الخير، والدولة هي الخير، والشر قال التنين بسبع روس وعشر قرون. التنين إن شاء الله انهزم بطرابلس، الشر انهزم بطرابلس، ومن هلأ ورايح مسيرة الدولة لازم تبلش بكل المناطق، ويصير الأمن إجباري وحق لكل المواطنين. ومن حي الجيش اللبناني اللي ضحى، ومن حي أهل طرابلس اللي وقفوا حد الجيش اللبناني. نقول لمن حاول أن يشاهد هذه المدينة هو الشيطان، لمن حاول أن يؤبلس هذه المدينة هو الإبليس. نحن مدينة للعيش المشترك، نحن مدينة نراهن على لبنان فقط لا غير، على المؤسسات الشرعية فقط لا غير. نوجه تحية كبيرة إلى الجيش اللبناني الذي بفضل جهود الطرابلسيين استطاع أن يقتل التنين. وكان سليمان قد شارك في قداس عيد مريم خيل في كنيسة مريم خيل الزهرية، ثم زار مطرانية الروم الأرثوذكس ومطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، وتوقف أمام جامع السلام. الوزير السابق وئام وهاب يشدد أمام وفود شعبية زارته في الجاهلية على وحدة أبناء العرقوب ورشية وحصبية في مواجهة الإرهابيين. طبعا نحن في البداية منأكد على وحدة المنطقة الحصبية ورشية مع العرقوب، على العلاقة الطيبة بين كل القرى، ولكن في بعض البقايا في منطقة شبعة، بقايا الإخوان المنافقين الذين يدعون أنفسهم الإخوان المسلمين، يحاولون هؤلاء الناس إدخال المنطقة في اللعبة السورية. نحن نؤكد ضرورة معالجة هذا الأمر مع هذه الفئة الصغيرة جدا، وخاصة أنه كل أهل العرقوب وخاصة شبعة ومحيطة كله موقفهم ممتاز، وموقفهم متمسك بضرورة ترسيخ الأمن في المنطقة وإبعاده عن كل ما يحصل في سوريا. بالطبيعي هذه الفئة القليلة التي تحاول التدخل في الأزمة السورية عبر إدخال بعض الجرحى أو تهريب بعض المقاتلين أو تأمين مساعدات لهؤلاء المقاتلين، يجب أن يعلم الجميع بأن لا أهل رشية ولا أهل حصبية رح يقبلوا بأنه يقتلوا إخوانهم في جبل الشيخ ويمرقوا من عندهم. خليها تكون واضحة للدولة، للأجهزة الأمنية، ولكل الأطراف ولكل الأحزاب الموجودة في المنطقة. هذا موضوع لن نتساهل فيه، لن يتساهل فيه أحد. هذا موضوع ما ممكن يحصل. نحن خليهم يعرفوا الكل بأنه نحن ما يجري في عرنة وما يجري في جبل الشيخ يعنينا، والاعتداءات التي تطال إخواننا في هذه المناطق كأنها تطالنا نحن. الجيش السوري الحر يسيطر على مدينة نوافير في درعا، ووحدات حماية الشعب الكردي تحقق تقدما في كوباني. سقط 21 مدنيا بينهم طفل وامرأة، وأصيب ما يصل إلى 100 شخص في غارات وقصف بالبراميل المتفجرة نفذته طائرات حربية سورية على مدينة الباب في ريف محافظة حلب، بحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان. من جهة أخرى، تمكن مسلحو الجيش السوري الحر من فرض سيطرتهم الكاملة على مدينة نوى ومحيطها في ريف درعا الغربي، فيما انسحبت القوات النظامية من أغلب مواقعه في المدينة ومحيطها. الله أكبر، المجاهدين بلاد النصر، الله أكبر. الفيلق الأول فرقة صلاح الدين
وقال قائد لواء ما يعرف باسم سيوف الحق التابع لفرقة أحرار نوى النقيب سامر السويداني إن الكتائب المشاركة في معركة هدم الجدار سيطرت على المناطق المحيطة بمدينة نوى، فيما أكد الجيش السوري الحر انسحاب الجيش النظامي من عدد من المناطق المحيطة بالمدينة. وتعد مدينة نوى ثاني أكبر مدن المحافظة بعد مدينة درعا، ويحيطها الكثير من الكتائب العسكرية. يأتي ذلك في وقت ما تزال الاشتباكات تدور بين وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم داعش على أكثر من محور في مدينة عين العرب كوباني، وقد تمكنت الوحدات الكردية من تحقيق تقدم في محور مسجد الحاج رشاد ومنطقة البلدية في كوباني. أعلن اللواء جميل السيد أنه التقى ظهر اليوم في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد وتشاور معه في الأوضاع المحلية والإقليمية بما فيها تطور الأوضاع إيجابا في سوريا لجهة الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب بما يؤدي إلى تهيئة المناخات الملائمة للحل السياسي في سوريا. ونقل السيد عن الأسد قوله إن الظروف الحالية باتت أكثر ملائمة لمواجهة الإرهاب العابر للحدود بين لبنان وسوريا، معتبرا أن التنسيق في هذا المجال بين الجيشين اللبناني والسوري من شأنه أن يخفف الأعباء الأمنية عن البلدين وأن يساهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره. رفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مستوى الاستنفار والتأهب في أنحاء الكيان الإسرائيلي بعد احتجاجات عقبت قتل الشرطة شابا فلسطينيا في بلدة كفركنة شمال مدينة الناصرة بعد أن تصدى لهم أثناء القبض على أحد أقاربه. وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي 48 أعلنت عن تنظيم إضراب شامل اليوم وسط موجة غضب كبيرة في بلدة كفركنة، حيث أشعل عشرات الشبان العرب الإطارات بعد إعلان استشهاد الشاب خير الدين حمدان الذي قتلته شرطة الاحتلال بدم بارد خلال محاولته إيقاف دورية كانت تعتقل أحد أقاربه. إلى ذلك هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان أصدره بشأن أحداث كفركنة بسحب الجنسية الإسرائيلية من كل عربي يدعو إلى تدمير دولة إسرائيل، كما هدد بالضرب بيد من حديد على كل من يعبر عن احتجاجه على مثل هذه الجرائم على حد زعمه. في اليمن أدت اليوم الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي في دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء، وعقدت الحكومة أول اجتماع لها برئاسة الرئيس هادي. وفي أول مؤتمر صحفي عقب أداء اليمين دعا بحاح كافة الأطراف اليمنية لدعم حكومته. علينا أن نكون نحن سباقين في إيجاد الحل. وجد هذا الحل في إطار لجنة الحوار، وجد الحل للقضية الجنوبية، وجد الحل لقضية الصعدة، كل القضايا التسعة اللي دخلت في إطار المبادرة الخليجية، وعلينا أن نلتزم بذلك. إذا لا نستطيع أن نصل في تطبيق مخرجات الحوار الوطني، أعتقد بأن الدولة نسيج الدولة سوف يكون في خطر. إذا لا نستطيع جميعنا كمنظومة متكاملة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، نقول أن الدولة في خطر. تستأنف الولايات المتحدة وإيران في مسقط المفاوضات بينهما في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. ولهذه الغاية وصل كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في هذا الملف كاثرين أشتون إلى سلطنة عمان، حيث كان في استقبالهم السلطان قابوس. ويلتقي كيري الأحد والاثنين ظريف بحضور أشتون في محاولة لتقريب وجهات النظر وإبرام اتفاق شامل ينهي أزمة الملف النووي الإيراني المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات. وكانت السلطنة قد استضافت سابقا محادثات سرية حول الملف النووي الإيراني بين البلدين عام 2013. قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه قداس الأحد في كنيسة السيد في بكركي: من المؤسف ألا تكون الجماعة السياسية والسلطة العامة في لبنان قد بنت شعبا موحدا بولائه للبنان ولمؤسساته الدستورية، بل شرذمته وقسمته وجعلت ولاءه لأشخاص لا للوطن. لا يمكن أن يستمر لبنان في هذه الحالة من التشرذم بسبب لعبة النافذين السياسيين،
والكل على حساب الدولة والمؤسسات والشعب والمصير. وبات من الواجب أن يأخذ المجتمع المدني بزمام الأمور فيما يختص بوحدة الشعب وترقي المجتمع وحماية مكونات الوطن عن طريق الثقافة والأخلاقية والالتزام بتكوين شعب توحده الحقيقة والحرية والولاء للوطن، ويفرز قادة جددا للبلاد يكونون حسب قلب الله يحكمون بالخير والعدل لجميع الناس. الحملة الدولية للإفراج عن جورج عبد الله تعتصم أمام السفارة الأمريكية. استكمالا لتحركاتها المطالبة بالإفراج عن المناضل جورج عبد الله القابع في السجون الفرنسية، نظمت الحملة الدولية للإفراج عن عبد الله اعتصاما أمام السفارة الأمريكية في عوكر. جاء ذلك بعدما قررت محكمة الاستئناف الفرنسية التراجع عن قرار الإفراج عن عبد الله بضغط أمريكي كما يؤكد المعتصمون. إن معركة إطلاق سراح جورج عبد الله هي جزء من معركة محاربة الإرهاب. الإمبريالية الأمريكية والإمبريالية الفرنسية هما رأس الإرهاب وراعي الإرهاب في العالم كما هو الكيان الصهيوني. إن استمرار اعتقال جورج عبد الله جريمة إرهابية بحق الإنسانية. ندعو أحرار العالم والمجتمع الدولي للضغط على أمريكا وفرنسا لإطلاق سراح المناضل جورج عبد الله المقاوم في صفوف المقاومة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل، كما ندعو لأوسع حملة دولية لإطلاق سراح المناضلين المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. سوف نبدأ بتحركات متعددة سيكون شعارها تسجيل النقاط، يعني للولايات المتحدة مصالح كثيرة في لبنان. سوف لن نقف مكتوفي الأيدي على الأقل تجاه ما يسمى الوكالة الأمريكية للتنمية. وشدد المعتصمون أن تحرك عوكر ليس سوى بداية لسلسلة تحركات لاحقة. أمريكا كلها ما شاء الله، أمريكا كلها ما شاء الله، أمي هددها عبد الله، أمي هددها عبد الله. رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني عقب لقائهما في رام الله، أكد أن التحريض الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد القيادة الفلسطينية وضد جهودنا المشروعة سياسيا ودبلوماسيا لا يخدم المساعي الدولية والفلسطينية للوصول إلى حل سياسي ينهي الاحتلال ويوفر الاستقلال لشعبنا. وأضاف الحمد الله إن فلسطين تتطلع إلى شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي أسوة بدول العالم الحرة، وإلى استمرار دور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود السلام وإعادة أعمار غزة. بدورها أكدت موغريني التزام الاتحاد الأوروبي في دعم حكومة الوفاق الوطني ماليا وسياسيا وإعادة أعمار قطاع غزة من أجل تحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني، مجددة موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للاستيطان، كما شددت على أن الاتحاد سيواصل مساعيه لدعم التقدم في العملية السياسية المبنية على مبدأ حل الدولتين. تستضيف العاصمة البحرينية المنامة اجتماعا بشأن مكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة أكثر من 30 دولة بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار الحلف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ويتناول الاجتماع التطبيق الفاعل للقرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون في هذا المجال سواء على مستوى الدول أو الأجهزة المعنية. كان في النشرة توتر في قرى العرقوب ورشية عقب مواجهات جبل الشيخ. سليمان يجول في طرابلس محذرا من تكرار أحداث 7 أيار. أحداث طرابلس يجب هي أن تفتح الطريق لانتخابات الرئاسة. الجيش الحر يسيطر على نوى بريف درعا. الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية. وجد هذا
الحل في إطار لجنة الحوار. وفي مسقط محادثات نووية بين كري وظريف. ختام نشرتنا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.